لم يكن حال آثار إدلب أفضل من حال أهلها، فموقعها الأثري الأشهر في تل مرديخ أو إبلة قصفه طيران النظام عام 2017، إضافة إلى 160 تلاً يتعرض نصفها للاعتداءات. كل منطقة في العالم لها وجه حضاري، نحن وجهنا حضاري وهي آثار. اليوم خلال الحرب قد تفرز الحرب طبعا سلبيات، قد تفرز إيجابيات أيضا. من إيجابيات الحرب أنها تعطي الأمل للجيل الجديد في أن يبني ما قد هدمته الحرب. تمت إعادة تأهيل متحف إدلب عام 2018 بعد إغلاقه لمدة 5 سنوات بعد تعرضه للنهب والتخريب. الحرب أدت إلى وجود عدم وعي بأهمية هذه الآثار، واعتبرها كل إنسان ملكه، بل هي ملك المجتمع، ليس مجتمعنا نحن، مجتمع الإنسان ككل. لم يكن القصف وحده السبب الرئيس في تدمير المواقع الأثرية في إدلب، وإن كان له دور كبير، فعمليات التنقيب العشوائية هددت ولا تزال تهدد المزيد من المواقع.